السلام عليكم طلاب الأعزاء، اليوم راح ناخذ المحاضرة الثانية من محاضرات الكنترول انجينيرنج المرحلة الرابعة، واللي تمثل المحاضرة 25 بالنسبة للكورس الأول والكورس الثاني. اليوم موضوعنا الرئيسي هو الـ Artificial Neural Network. المين توبك بالنسبة لهاي المحاضرة، أول مرة راح نبدأ بالـ Overviewing حول الـ Artificial Neural Network، وبعدين ناخذ الـ Biological Neurons، وبعدين ناخذ الـ Structure of Neural Network، وبعدين ناخذ Types of the Neural Network، وبعدين الـ Application of Artificial Neural Network، وبعدين نختمها إن شاء الله the Historical of the Neural Network. خلونا نبدأ ويا الستادي الأول اللي هو الـ Overview of the Artificial Neural Network. طبعا الـ Artificial Neural Network يعتبر من أهم يعني من أهم وأفضل الـ Artificial Intelligence System، لأنه يعتبر أنه experimental knowledge، وكذلك هو storage utilized، يعني هو قادر على التعلم وبنفس الوقت قادر على خزن المعلومات. وأساس مبدأ عمله جاء من عمل human brain، وهذا is a network from many very simple process، يتكون من عدة يونتات، واليونتات كل يونت small unit يحتوي على ميموري، وهذا من الادفانتج اللي عنده اللي هو مالتي ميموري، ما عنده ميموري موحد، وهسه راح ان شاء الله نشرح عشان هو عنده مالتي ميموري، بالتالي هذا ينطي مور ادفانتج على مود ليرنينج اوف فروم ذا سيستم. الليرنينج رول بالنسبه لهذا النوع مثل ما شرحنا هو تريننج، يعني اكسبيرمنتال داتا نجيبها من داتا مشتغله وواجهت مشاكل، بالتالي ننزلها بهذا البرنامج، وهذا البرنامج له قدره على التعلم، وبالتالي راح يعني يمشي على سيستم من خلال الاكسبيرمنتال داتا، يعني ما يحتاج بروجرامينج ريكواير، يعني ما يحتاج تولز فور ذا بروجرامر، مجرد داتا، وبالتالي من خلال هاي الداتا يقدر يسوي ليرنينج، وبالتالي يقدر يسيطر او يتحكم بالماشينز. احنا هاي نذر وورد، يعني مثل ما شرحنا ذكر بالمحاضرة السابقة قلنا هو مثل التشيلدرن، يعني الأطفال من يتعلمون أول بالبداية، يعني ما مثل ما يعرفون في الشيء، وبالتالي هم ستيب باي ستيب راح يتعلمون، فيسمونها الليرنينج، لان بعدين ستيب باي ستيب يكونون صاحبي، مثل بالنسبه للكلام يعني ستيب باي ستيب راح يتعلمون من خلال الليرنينج، وهذا قلنا الليرنينج نجيبها من خلال الانفايرمنت، والانفايرمنت هو اكسبيرمنتال داتا. It have some sort of a training rule. طبعا هنا شو يقول لك هذا التريننج راح يحولها الى رولز، الرولز راح يحولها الى ويتنج اوف كونكشن، بعدين شنو نعرف شنو الويتنج، يعني الى اوزان محدده، بالتالي راح يمشي على سيستم واحد، يعني طبعا هو يعني هو ما يوصل لمرحله المستوى العقل البشري بحيث يسموه تشينجينج ويكون حاله، بس هو شنو عنده هاي يعني شلون ليميتد ليرنينج ضمن اوزان محدده، ويعتمد على الكومبلكس اوف ذا سيستم، يعني مثلا اذا ردنا شوي اكثر معقد بالتالي لازم نحتاج داتا اكثر، بالتالي راح ينتج لنا اوزان ومعادلات رياضيه اكثر، وإذا أردنا فد سمول بروسيسنج مثلا يعني ما يحتاج لنا كومبلكس داتا، يعني مثلا يعني على سبيل المثال أريد يميز لي مثلا 3 ألوان، مثلا الأحمر والأبيض والأزرق، بالتالي أنا راح أدخل له أنبوت، وبالأخير يعني يدخله بالبروسيسنج ويطلع لي الاوتبوت ويقول لي شنو هذا اللون، يعني في سمبل داتا سمبل اكزامبل، بالتالي راح يحتاج لنا شنو بس 3 معادلات، بس اذا قلت له لا اريد لك تميز لي فد 20 لون، فبالتالي شنو انا لازم انزل له داتا، بالتالي راح يكون الروز مور مالته مور كومبلكس، والويتنج مالته مور ادفانس.
السلايد الثاني يتحدث عن البيولوجيكال نيورونز. طبعا مبدا عمل النيورال نتورك وجاء من البيولوجيكال نيورونز اللي هو الخلايا الموجوده بكل جسمنا، اللي هي متكونه من ثلاث انواع اللي هو سنبس او الدينتوريتري اللي هي تمثل التشعبات، اللي تمثل هي الانبوت المستشعرات، يعني اللي المستشعرات اللي موجوده بجسمك، وبعدين سيل بودي اللي هو البراين اللي هي مركز الاحساس او مركز تفسير الاحساس، والانكسوين اللي هو الاوتبوت. يعني مثلا انت اذا فد لاحتك مثلا اذا كان فاير النار، بالتالي راح تحس بالنار من خلال السنبس او الدنترويتس المستشعرات. هذه المستشعرات راح تروح للخليه المستشعره اللي هو النيو سيلز او النيورال، تفسرها وراح توديها للاكسونز. الاكسونز هي الداتا اللي تنقلها، اللي تمثل في هذه الحاله هي الاوتبوت، وهذا الاوتبوت مرتبطه مع كذلك داتا او سيل اخرى الى ان يوصلها للبرايم ماتك الدماغ ماتك، وبالتالي راح تفسر انه تقول له مثلا انه اجتك هنا حراره حاول ان تبعد او كذا، او اجتك بروده حاول تلبس ملابس او اكثر. يعني اصل فكره النيورال نتورك جايه من الخليه البشريه اللي موجوده في الانسان، وبالتالي هي سميت بالارتفيشال انتليجنس سيستم، يعني الذكاء الاصطناعي اللي هي جاي من ذكاء مرحله الذكاء البشر، بس هو احنا راح نسوي اصطناعي لان احنا راح ننزل هذه الداتا. المهم اصل فكره الارتفيشال نيورال نتورك جايه من البيولوجيكال نيورال اوف ذا سيلز. هذا السلايد يتحدث لنا عن الستراكشر اوف ذا نيورال نتورك. طبعا الستراكشر يتكون من 3 بارت مثل ما شرحنا بالدايجرام السابق، السلايد السابق، انه يتكون من 3 بارت: المستشعرات، مركز القرار او السيطره، وبعدين الاوتبوت. هنا راح نحولها الى مبدئيا رياضيا اللي هو مثلا الانبوت، مثلا فرضا يتكون من اكس 1 واكس 2 الى اكس ان، اللي يسمونه هذا الويتنج اوف ذا انبوت. طبعا شنو الويتنج؟ يعني قيمته رياضيا، مثل ما قلنا مثلا اذا كان الانبوت مثلا 5 و 6 او 7 فولت بالنسبه لهندسه الكهرباء، راح هنا ادخل ملتي انبوت، هنا كل انبوت له ويتنج اللي هو ثقله، سواء كان رياضي او ايمجينج او اي شيء بالنسبه احنا كمهندس كهرباء، يعني فاليو قيم ارقام تدخل بهذا الانبوت، هنا راح يستشعرها، يدخل على المركز العصبي والدماغ بالنسبه للستراكشر اوف النيورال نتورك اللي هو يعتبر يعني مركز القرار، سواء يعني يقول له مثلا احنا راح ندخل هذا الانبوت مثلا 5 فولت، انا هنا مركز القرار، اذا اجاك 5 فولت فانت حاول مثلا تنطي اشاره كذا معينه، او تحاول شغل كذا جهاز، يعني حسب السيستم مالتك اللي انت تسوي بروجرامر ذا سيستم. قلنا هذا الويتنج، وهنا هاي تدخل على معادله، هاي السيستم هنا المعادله يسمونها الاكتيفيشن فانكشن، يعني هنا تدخل على ارقام، هنا اكو معادله طبعا هي اللي موجوده هنا، هاي المعادله راح تفسر لنا او تحلها رياضيا، بالتالي راح يطلع لنا الاوتبوت. الاوتبوت راح نعطيه للبروسيسنج بلانت او اني سمثينج ايلس. المهم يتكون، اهم شيء يتكون الستراكشر من 3 بارت اللي هو الانبوت، البروسيسنج، العفو، مركز القرار، سامينج بوينت، وبعدين الاوتبوت. وراح نشوف، راح نلاحظها، راح يقسمون الانبوت والهيد لاير والاوتبوت لاير. انبوت لاير اللي هو الحساسات او الانبوت اوف ذا سيستم، والهيد لاير اللي هو بي مركز اتخاذ القرار، والاوتبوت اللي هو مركز تحويل الاشاره من الانبوت الى الاوتبوت. طبعا مو شرط الانبوت تكون نفس الاوتبوت، سواء يعني ممكن افسرها، يعني فرضا اذا اريد اصنع مثل انسان الي،
مثلا اقول له مثلا اذا جبتك فرضا فد 5 ملي مايكرو فولت، حرك ايدك اليمنى، فبالتالي الاشاره ممكن مو تكون قيمه، لا تكون حركه او تكون كذا في شيء، او عكس حركه دوران الموتور. المهم تعتمد الاشاره، فبالتالي هذا منه اللي يحددها هو الاوتبوت سيستم، اللي هو من خلاله راح يعرف ايش قد او شنو معنى الاوتبوت. هذا الشرح مالته، اذا تقدرون يعني تراجعون وتقرونها بالنسبه، يعني هذا السيستم اللي حكيته ستراكشر او نيورال نتورك. هنا مثل ما قلت لكم داخل مركز القرار اكو يسمون اكتيفيشن فانكشن، داله التفعيل، اللي هي اهم فقره او اهم مكان لاتخاذ القرار، وهذا يسمونها نت اوف ذا فاريبل، اللي هي من خلالها راح تقيم الاوزان بالنسبة للانبوت، ومن خلالها راح تعطي سيجنال اوف ذا اوتبوت. الاكتيفيشن فانكشن اكو بها نوعين رئيسيين، السيجما اكتيفيشن فانكشن والهارد ليميتنج. السيجما بي ثلاث انواع، البايبولار اللي هو هاي النوعية، ان بايبولار سيجما اول، واللينير. يعني هنا بايبولار اللي هو متناظر، اللي هي يعني هاي النقطة مثلا، فرضا انت بهاي النقطه راح تكون مثلا تيرن اوف، بهاي النقطه راح تصير تيرن اون. طبعا هاي النقاط راح تنطي استشعارات مثلا حسب قيمه الاوتبوت مالتك. هاي بحاله البايبولار، بس ان بايبولار لا، راح تكون غير متناظره، يعني هاي شنو تعتمد على الابلكيشن مالتك. او لينير كخط واحد، يعني مثلا راسه انقلاب عكسي تعطي اشاره عكسيه. قلت لك يعني تعتمد على الابلكيشن مالتك، اذا كان الابلكيشن مالتك يعني تريد اشاره يعني دائما متناظره، فبالتالي انت لازم تستخدم البايبولار. اذا تكون الاشاره غير متناظره لازم تختار الان البايبولار. اذا اشاره لينير خطيه يعني يكون نفس القيم مالته، بالتالي راح تستخدم النوعين هي الثالثه. النوعين الثانية الجنرال تايبيكال يسمونها الهارد ليميتد، اللي هي تكون بهذا الشكل، يعني اما تيرن اون او تيرن اوف. يعني هنا اكو بسماحية للتيرن اوف والتيرن اوف اون، لا هذا الدالة رأسة، يعني لو تنطق اشارة او ما تنطق اشارة، او يعني مثلا هنا فرضا الاشارة الاولى اذا كانت بالنسبة للاكس 1 والاشارة الثانية بالنسبة للاكس 2، كذلك كان بها بايبولار او ان بايبولار باينري. تايب ستراكشر اوف ذا نيورال نتورك، هنا مثل ما شرحنا يتكون من 3 مين بارت، اللي هو الانبوت والهيدن لاير والاوتبوت لاير. الانبوت اللي هو مسؤول على استلام الاشاره من البروسيسنج سيستم، وبعدين الهيدلر اللي هو مسؤول على مركز اتخاذ القرار، اللي بي قلنا الاكتيفيشن فانكشن، والاوتبوت لا البارت اللي بي مسؤول تحويل او تفسير الاشاره من الهيدلر الى ان يعطيها للبروسيسنج بلانت. اذا شنو يتكون من ثلاث اجزاء رئيسيه بالنسبه للتايبيكال ستراكشر اوف ذا نيورال نتورك. تايب اوف ذا نيورال نتورك اكو نوعين رئيسيين طبعا بالتايبكال نيورال نتورك، اللي هو فيد فورورد وفيدباك نيورال نتورك. الفيد فورورد اللي هو بالنسبه للاشاره تكون دائما باتجاه واحد، يعني الاكس 1 تروح للهيدن لاير وبعدين تروح للاوتبوت، يعني الاشاره تكون ذات اتجاه واحد. يعني شنو يعني ما بيها فيدباك؟ اذا تذكرون وياي تراجعون وياي، اكو سيستم بي فيدباك وسيستم ما في فيدباك، كذلك هو نفس الشيء. اكو فيد فورورد اللي هو يكون باتجاه واحد ما بي فيدباك، واكو سيستم فيدباك اللي هو شنو بي، يعني الاشاره من تخرج للاوتبوت بها شنو متغير، يعني مو نفس القيمه. شنو هذا المتغير؟ يسمونها دلتا، او احنا نسمونها بالكلاسيكال كنترول يسمونها اتش. هذا الاتش متغير، بالتالي راح ارجع فيدباك المن للانبوت، اللي شوفه انبوت اللي هو بروسيسنج بلان اوتبوت. هنا اكو فيدباك، هذا شنو راح يكون متغير. هذا النوع يكون اسرع باتخاذ القرار، ليش؟ لان هو ما بي ديلي تايم. بس شنو سلبياته؟ سلبياته مون اكيوريسي، مو دقيق. ليش؟ لان هو ما يعالج نفسه،
يكون ستيبل اوتبوت وان سايد. بالفيدباك لا صدق هو بديلي تايم بس يكون مور اكيوريت. طبعا هذا يعتمد على الابلكيشن مالتك، في بعض الابلكيشن انت تركز على الاكيوريت اكثر من التايم، وبعض الحالات لا والله تقول لها انا اهم شيء يعطيني اشاره سريعه بروسيسنج سريع، ما يحتاج انه دقيقه مو دقيقه، يعني تعتمد حسب الابلكيشن مالتك. نجي بعدين الابلكيشن اوف ذا نيورال نتورك. طبعا الابلكيشن مال نيورال نتورك في وقتنا الحالي والمستقبل واسع ومور بوبولار عده المجالات، مثلا باترن ريكوجنايز، ريسك اسايمنت، اسسمنت، دايجنوس ذا فولز، سمثينج لايك ذس، داتا كومباريزن، اوبتمايزيشن، ادريس ميموري كنترول، ويذر فوركاستنج، وهكذا وهكذا، يعني متعدد الاستخدامات سواء حاليا او في المستقبل. وكذلك مثل ما شرحت لكم في المحاضره السابقه يتوقعون انه راح يتدخل في ابسط مجالات الحياه، حتى في مجال مثلا صنع الاله، في مجال مثلا الطب، في مجال الهندسه، بحيث حتى يعني يتوقعون انه راح يحتل موقع الانسان كعمل. المهم احنا فيما يهمنا فيها موضوعنا للمرحله الرابعه اللي هو الكنترول، الحاله السابعه اللي هو شلون نقدر نسيطر على الماشين او بروسيسنج بلانت باي كنترولر، يعني بدل ما كان الكي كونستانت او ديجيتال كنترولر، انتجنت كنترولر اللي هو شنو يعالج ويعني يحفظ ويعالج ويتعلم، اللي هو الديب ليرنينج. هذا شويه ناخذه بالمرحلة الجاية. هنا جبت لكم هنا خش لقيت فد شيء حلو اللي هو تايم لاين أو ذا ارتفيشال نيورال نتورك، شلون بدايته أول من اكتشفه عن طريق سمبل إلكترونيك برين بال1940، بعدين بريسيبش، وبعدين تطور، بعدين يسمونه أدلاين، ودور بعدين ملتي لاير، وبعدين الخطوة الأخيرة هو ديب نيورال نتورك اللي هو هاي أدفانس بال2010، اللي هو الثورة الصناعية، اللي هو يعتبر ديب ليرنينج هو الركن الأساسي في الثورة الصناعية الثالثة المتوقعة، اللي هو في عملية الارتفيشال نيورال نتورك، اللي هو هذا يكون يعني دائما السمبل نيورال نتورك تكون من 3 لاير، بينما اللي هو اللي قلنا انبوت هيد لاير، انبوت لاير، اوتبوت لاير، لا راح يجي ديب ليرنينج مور ذان 3 لاير، واللي هو بعدة تشعبات معقدة، ومن خلاله نقدر نبرمج الآلة في عدة مستويات. هنا جبت لكم فد يعني ما مطلوب منكم، بس إذا يحب واحد يطلعه، وهنا فد ملخص على الهيستوريكال اوف نيورال نتورك بال1400 بيجينينج اوف ذا نيورال نتورك، وبعدين بال1050 ل60 فيرست جول اوف ذا نيورال نتورك اللي هو بريسيبترون، وبال70 وينتر اوف نيورال نتورك اللي هو الاكس او ار بروبلم، وهكذا الى ان وصلوا للديب ليرنينج. اللي يحب يطلع عليها فهو موجود قدامك. لهنا خلصت محاضرتنا اليوم، خدنا الانترودكشن على النيورال نتورك، كانت محاضره سهله ما فيها شيء. ان شاء الله المحاضره الجايه راح نبدا ناخذ شلون مبدا عمل النيورال نتورك، راح ناخذه عباره عن معادلات رياضيه، وبالتالي راح نقدر نفهم شلون هذا النيورال نتورك يقدر يعالج ويفسر الإشارة الداخلية ويحولها للأوتبوت لاير، بالتالي للبروسيسنج أبلانت. شكرا جزيلا لاستماعكم، وآسف على الإطالة، وإن شاء الله ألتقيكم بالأسبوع الجاي إن شاء الله تعالى.